فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سائل من بريطانيا، يقول: عندنا في بريطانيا خطيب لا يجيد العربية وقراءته لا يجيد العربية ولا قراءة القرآن، بل قليلا ما يستدل بالآيات القرآنية مخافة الخطأ، ودائما خطبته تتعلق بالردود وذكر أسماء أشخاص معينين. يقول: ما نصيحتكم لمثل هذا الخطيب في بلدنا؟ ابحثوا عن خطيب غيره، والحمد لله اليوم خطباء وحفظة القرآن كثيرون في كل مكان، ابحثوا عن إمام وخطيب يحسن. نعم.